استاذ مصطفى شعشع، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، فرصه سعيده جدا. فيك اكتر، شكرا. انت عارف ان انا بسجل مجموعه اغاني للمطربين العرب من جميع الدول العربيه، لان احنا بنعمل شبه ارشيف للاغاني العربيه في منطقتنا، ويسعدني ويشرفني ان يكون بيننا طبعا فنان كبير زيك من بلد شقيق هي الاردن. حضرتك هاوي فن الغناء منذ الصغر ودرسته على حسب ما اعرف يعني. ممكن تديني فكره بقى عن دراستك؟ وابتديت كهاوي في اوائل السبعينات، وغنيت في برنامج مواهب كان في التلفزيون الاردني، وكان في ذلك الوقت حديث العهد. وبعدين طبعا كنت لسه في المرحله الدراسيه، كنت في الفتره الاعداديه، كملت دراستي واخذت الثانويه العامه، وبعد هيك قررت اني اتخصص في الموسيقى، ودرست في معهد الموسيقى العربيه في مصر 3 سنين الاولانيين، وبعدين تابعت دراساتي في المعهد العالي للموسيقى في الكويت. حصلت على البكالوريوس من الكويت. طب ده شيء عظيم جدا وشيء مشرف ان يبقى في فنان عربي مثقف، علشان نقدر ننهض بالفن العربي في جميع المجالات. انت دلوقتي حاليا بتغني في من ضمن مجموعه، او هل انت منضم الى معهد موسيقي او هو حاليا انا مدرس موسيقى. بالنسبه الجانب الغنائي مني، لي اغاني الخاصه تبعي يعني، اي، وبرضه بنغني الموشحات. في عنا في الأردن فرقة بعتز فيها جدا، فرقة النغم العربي، بتؤدي من تراثنا العربي موشحات وأدوار. حضرتك قلت لي بتدرس فين؟ محاضر غير متفرغ في جامعة اليرموك. بتدرس آلات ولا أصوات؟ كمانجة. كمانجة. لأن تخصصي كان في المعهد قسم آلات. قسم آلات. ومدرس برضه في مدارس المنهى العالمية. عظيم. طب بالنسبة للموشحات، بتغني موشحات يعني؟ طبعا. طب نقدر نسمع حاجة؟ نقول دور. عظيم. يا من انت، يا من انت، يا من انت وحشني، اهو روحي روحي، روحي روحي فيك. يا من انت، يا من انت، يا من انت وحشني، اهو روحي روحي، روحي روحي فيك. تيرا تيرا تارارارا تارارا تاتا، يا مآنس قلبي، يا قلبي، يا قلبي لمين أشكيك أشكيك، للي قادر إهديك، وبلغ الصابر أمل دانا.
لن يرضيك. طيب عظيم، أتمنى لك كل توفيق بالنسبة للمستقبل إن شاء الله، وحنلتقي تاني بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فرصة سعيدة جدا. فرصة سعيدة. سلامة؟ وصلته لحد صالة السفر وقال لي روح انت يا درش وبلغ الانسة حفيظة انها تاخد بالها من الشقة.
انا محدش يوصيني على شغل. ما هو قال لي انت كمان يقدرش تخلي بالك من العربيه وحسك عينك تاجرها في غيابي. هو عرف؟ هو انا باجرها في غيابه؟ لا في وجوده. طب تفرق. طب سيبك بقى من الكلام ده، تعال نشوف حلمي الاحسن ده عنده حاله عجيبه جدا. عنده ايه؟ عنده اكتئاب. ايه اكتئاب ده؟ اكتئاب. تعالى. خير يا استاذ حلمي، مالك؟ ده شرب 4 كوبايات عصير. استاذ حلمي خد بالك، تالت فنجان قهوه اهو. ده رابع فنجان. ما هو ان غاب القط تلعب يا فار. انتوا بتعدهم عليا؟ طبعا، دي عهده مش شفت. اسكت انت، امشي. حاضر. شوف يا حلمي، ما هو كل حاجه في البيت ده امانه في رقبتي، مفيش اشياء تضيع منه. خلونا في المهم. ايه بقى سبب الكتاب اللي عندك ده؟ اكتئاب. فلوس. والسلام. قطر عايز كام؟ 300 جنيه. اهو جاب لنا اكتئاب. لا اديهم لي انت بقى. منين؟ انما انت عايز 300 جنيه دول عشان ايه؟ راندا بنتك؟ مالها؟ محتاجه دروس خصوصيه والا هتسقط السنه. طب ما طلبتهمش من الاستاذ حسين ليه قبل ما يسافر؟ ده عمره ما تاخر علينا في حاجه ابدا. يا جماعه انتوا مش فاهميني، انا اصلي جرر فلوس كتير قوي، ده انا قابض ماهيتي 6 اشهر مقدم. ما هو لازم يبقى في طريقه نجيب لك بيها الفلوس دي. ولو سلف حد. نعم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. من فضلك حضرتك ما تعرفيش حد هنا بيأجر شقق مفروشه؟ حد قالك ان احنا هنا سماسره؟ اسف يا فندم. استنى استنى. نعرف نعرف. صحيح. بس لمين الشقه دي؟ ليك؟ لا يا فندم مش ليا انا، هو في الحقيقه بيجي لنا ضيفه كل سنه وبتأجر الشقه بتاعتنا، هي مش من مصر. بس السنه دي الشقه مأجرينها. طب عندها استعداد تدفع 300 جنيه؟ بس يا فندم دي هتقعد يوم واحد بس. ماليش دعوه، يوم يومين هما 300 جنيه وخلاص. خلاص ندفع 300 جنيه، بس فين الشقه دي؟ ما هي قدامك ايه؟ الفيلا دي. انت اتجننت؟ ماشي حالك. انت وقعتك سودة. فين يا ابن الست دي؟ ايوه يا فندم، بس الهانم بتقول. مالكش دعوه بالهانم، اصل الهانم دي اختي وعندها شويه ترلل يعني. ما اختك؟ يلا تقف مستني، ما تتحرك، انت الست واحنا مستنيينك. حاضر. يلا. الفيلا دي مش ممكن تتأجر ولا على جثتي. يا حلمي يا حلمي. ايه يا حفيظه؟ ايه في ايه بس؟ تعال تعال شوف. ايه فيها ايه يعني لما تتأجر الفيلا؟ فيها ايه؟ الفيلا فاضيه والناس بره مش لاقيه تسكن، ويا بخت من نفع واستنفع. لا الكلام ده ما ينفعش، انا هبلغ البوليس. يا بوليس استني استني بس استني. يعني الفيلا هيجرى لها ايه؟ استاذ حسين مسافر واحنا كل واحد فينا بيبات في بيته، يعني الفيلا فاضيه ومش هيجرى لها حاجه. وبعدين فلوس ربنا بعتها من السماء، 300 جنيه و300 وانت عارف عشان ايه؟ قصدك يعني عشان لا 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 انا لا يمكن اخد حاجه من الفلوس دي. ده مش عشانك، ده عشان بنتك راندا. بنتي بنتي تتفلق. لا اقصى عليك ما تقولش كده عليها. ايه يعني لما تسقط سنه واتنين وتترفد وتصيح في الشوارع وياخدوها تحري ويقعدوها الاصلاحيه، تهمك ايه؟ تهمك ايه؟ اقصى عليك، ده انت ما فيش في قلبك ريحه الرحمه. بس الرحمه ما تجيش على حساب فهمي. انا اخد 300 جنيه 300 جنيه ونأجر الفيلا ليله واحده، دي تبقى جريمه. جريمه؟ ها؟ فعلا جريمة. خلاص بلاش نعمل حكاية. جريمة ليه؟ انا مدبرة البيت ده. لا لا انت اطلعي منها ومفيش مسؤولية عليك. ما هو بس يقدرش، ما ينفعش. لا 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 انا مش عايز الفلوس دي، واذا كان على راندا بنتي فليها رب. طب اسكت انت بقى وسيبنا نتصرف. اتفضلي يا هاني. باين عليها فيلا حلوة. ان شاء الله هتعجبك، دي احسن من شقتنا بكتير. مساء الخير.
وماله ازيك؟ احنا اللي جايين نأجر الشقة. أجرش حاجة، جبت الفلوس معاك؟ أيوة جبتها. تمام، مالك؟ تفضل. اهلا يا هانم. وسهلا. اهلا يا هانم. اهلا. حلمي بصاحب الفيلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد. سيد طبعا اذنك يا هانم. حرموا الست حفيظة. الانسة حفيظة. شرفنا، فرصة سعيدة قوي. وانا درش اخو المدام. وانا عبيرة يسام للاردن. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ايه رايك؟ شيك ونضيف. عموما الشقه تحت امرك، لو تحب تتفرج على الاوض جوه يعني ممكن. ما في داعي، لانه زي ما بقولوا المكتوب بنقرا من عنوانك. افندم الفيلا تحت امر حضرتك، تنامي وتبرطعي وتنامي وتبرتعي فيها زي ما حضرتك عايزة، بس المهم تسلمها لنا بكرة الصبح. عشان هو جاي بعده. مين اللي جاي بعده؟ لا 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 لا، السباك. السباك جاي يصلح البلكونة بتاعت الدولاب عشان 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 النور ضرب. خلونا في الشغل. المبلغ جاهز؟ ايوه المبلغ جاهز كله. احنا اول ما هنتلايم على الفلوس هنسيب لكم الفيلا طوالي يعني. بس انا هبقى شقر. ليش تتعب نفسك؟ يمكن حاجة تنقص. قصدها يمكن حاجة تزيد. ممكن نقبض. أنا هسيبك دلوقتي تاخد راحتك، لو احتجتي أي حاجة معك التليفون. شكرا. سلام. مع السلامة. كبير. مش معقول، ايه المفاجأة دي؟ خضيتني. انت كمان. اتفضلي 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 اتفضلي. اما حتة مفاجأة. مفاجأة مش معقولة. ايوه مفاجأة هايلة بس.
نشرب شاي؟ يا ريت. ولو اني لسه مش عارف ايش في هذا البيت. بيني وبينك انا كمان مش عارف ايش في هالبيت، بس خليك انت قاعده زي ما انت. لا ما بصير، انت ضيفنا. انا ببقى ضيفكم لما بروح الاردن، انت دلوقتي موجوده في مصر وفي بيتي، تبقى ضيفتي. مظبوط، مصر بيتنا كنا، لكن هون بالذات بيتي انا. على كل حال بيتك بيتي كل واحد. لكن انا بستغرب كيف لحقت تعرف عنواني؟ مش انت جاي تزورني؟ انا اللي جاي ازورك؟ ده انت اللي جاي تزوريني هنا. كيف بدي ازورك في بيتي انا؟ بيتك ازاي؟ ده بيتي انا ومفتاح اهو. طب والمفتاح هذا شو؟ طب والمفتاح هذا شو؟ انت جبت المفتاح ده منين؟ اكيد الجماعه اصحاب البيت هذا ضحكوا علينا واجروه مرتين. مين هم دول؟ اصحاب الفيلا، حلمي بيك وزوجته الانسه حفيظه واخوها الاستاذ درويش. بقى كده. شو في فهم؟ المهم فاهمين انت، واجروا لك البيت ده بكام بقى؟ 300 جنيه. وانت قديش دفعت؟ لا انا دفعت اقل من كده بقى، دول على فكره ضحكوا عليكي. عندك حق، ليله واحده ب 300 جنيه ما بيسوى. ما بيسوى؟ لا بيسوى بقى. طب شوف الصالون، يعني انت كتير عاجبك منظره هيك؟ ماله الصالون؟ ده مكلف الشيء الفلاني. مظبوط في شغلات غاليه، لكن اسلوب ترتيبه بدل على جهل وذوق فاسد. ذوق فاسد؟ لا بقى انا مش وياكي في الحكايه دي. اكيد اصحاب الفيلا هاي من النوع اللي احنا بنقول عنه غني وفجاه. ايه ده؟ انا؟ مش انت، هم وادوات المطبخ من اردأ الانواع، واوضه النوم. الله، مالها بقى اوضه النوم رخ؟ بصراحه انا بخاف انام فيها، احسن يكون فيها اشي بقرص. لا بقى مش معقول. وانت مالك؟ هم مين دول اللي انت قاعده تتكلم عليهم بس؟ اصحاب المكان هذا باين فيهم الاهمال وقله النظافه. ما هو انا صاحب المكان ده. انا عارفه انت مستاجره مثلي. مش ماجره، دي فيلتي، ده بيتي انا. شو بتقول؟ اما صدفه. من دون شقق مصر المفروشه كلها استاجر شقتك انت. على كل حال فلوسك هترجع لك تاني. لا الشغل شغل. شغل ايه؟ انا ما اجرش بيتي خالص. لكن مندوبك بسلامته وزوجته الانسه حفيظه دول مستخدمين عندي وعملوا كده من ورايا. كيف اجت لهم الجرأه؟ انتهزوا فرصه سفري، لكن من سوء حظهم بقى الطياره تعطلت وهسافر بكره بدل النهارده. انا اسفه يا حسين. انت مالكيش ذنب في اي حاجه. على العموم انا هلا رح اخد شنطتي واشوف محل تاني. لا 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 لا، انت هتفضلي هنا، انا اللي هشوف محل تاني. لا مش ممكن، ما تحاول. خلاص يبقى مش هسيبك ابدا، انا هوديك لغايه لما تلاقي محل احسن من هنا كمان. انا ما بحبش الاوتيلات. خلاص هندور على شقه مفروشه احسن من كده. انا اسف على الكلام اللي قلته عن الفيلا، انا كان قصدي اكرهك فيها واطفشك منها واضل انا كده. نعم. لا مؤاخذة. حفيظة. أفندم الحقيقة أنا كان قصدي، يعني هو مش حضرتك كنت مسافر؟ والطيارة تعطلت، عندك مانع؟ لا أبدا، زي بيتك، قصدي بيتك ومطرحك. إنما هي فين؟ راحت فين؟ هي مين؟ ال ال ال, ال... اللي ايه؟ اصل كان في واحده ست شكلها غريب قوي جت هنا بعد حضرتك ما مشيت، وبعدين عايزه تقعد هنا في الفيلا، وكل ما نخرجها من الباب ترجع تاني، وبعدين احيانا تخش من الشباك، وقال ايه؟ بتقول ان حضرتك ماجر لها الفيلا دي. لا 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 لا. وشكلها ايه بقى الست دي؟ شكلها غريب يعني كده، تصرفاتها مش طبيعيه، وقال ايه؟ حضرتك خدت منها 300 جنيه ايجار، شوف البجاحه. لا 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 لا. طب ما احنا على كده بقى لازم نبلغ البوليس، ما دام الست دي حراميه. لا لا بوليس ايه؟ دي مش حراميه، دي بس هي يعني يمكن مجنونه شويه ولا حاجه، وهو ربنا امر بالستر بقى. على كل حال انا من ساعه ما جيت ما شفتش حد خالص. كده الحمد لله. تلاقيها خرجت تشتري حاجة ولا حاجة.
انت بتكلميني؟ يعني هي لو جت انا هطردها، بس لو هي قالت اي كلمه حضرتك ما تصدقهاش. لا حاضر حاضر، من عناية. دلوقتي بقى تروحي تطلبي من حلمي وسيد ودرش انهم يجوا يقعدوا هنا في الصالون لاني عندي ضيوف الليله. لا لا. استاذ محمد الحلم، اهلا وسهلا. ازاي ازاي صحتك؟ الحمد لله. انا سعيد جدا ان انا بلتقي بيك. وانا كمان. لان طب الحمد لله كويس. لان اقدر اقول ان احنا الاثنين اكاديميين وخريجين من نفس الاكاديميه، اكاديميه الفنون في مصر، بس انا بقى من معهد السينما وانت من معهد الموسيقى. انت متخرج من امتى؟ بقالك قد ايه؟ من سنه 81. 81. كنت تخصص ايه؟ كنت يعني صوت عربي. ايوه. وعود. وعود كمان. وعود. وانا اعرف انك بتدرس في المعهد. دلوقتي بتدرس ماده ايه؟ بدرس المشاحات وادوار. وايه ادوار؟ وادوار. مشاحات وادوار. يعني ايه بقى، ايه بالظبط الماده اللي انت بتدرسها؟ اديني فكره كده سريعه. هي المشاحات القديمه. ايوه. والادوار القديمه. يعني ادوار محمد عثمان، كامل الخلعي. كتير يعني. أي. في مشاحات طبعا دي ما بتتعدش يعني. انا بدرس معهد السينما وبدرس ماده التكوين الدرامي اللي موجود جوه الكادر، فممكن اعرف بالظبط ايه التخصص بتاع الماده اللي انت بتدرسها؟ هل لها علاقه بالاصوات؟ طبعا يعني تدريبات على الاصوات. تدريبات على الاصوات، لان يعني في بالنسبه للفويس يعني الاصوات الغربي لهم تدريبات معينه. الفوكاليز في حاجات كتيره بيدرسوها للصوت اللي هو الغربي. بالنسبه للعربي عندنا الموشح او الدور اذا اداه المغني كما يجب بيعتبر ده تدريب كويس جدا جدا ونضج للصوت يعني. فهي كتدريب للصوت العربي. اي طب انا عايز اسالك سؤال. انت اسمك محمد الحلو. وفي اسره في مصر، اسره الحلو، من الذين اسسوا السيرك المصري. فهل انت من نفس العائله؟ اسرتي انا. طب انت ما اشتغلتش في السيرك ابدا؟ لا انا يعني بابا خلاني اهتميت بالدراسه بدراستي ونقلني للمعهد الموسيقى لانه كان شايف جوايا حكايه احنا كلنا بنغني على فكره، العيله كلها بتغني، بس مهتمين يعني اهتمامهم اكتر بالسيرك لان ده حياتهم يعني. فانا طلعت بقى. وانت انت اللي شطيت يعني، ما عندكش موهبه خالص في التعامل مع الحيوانات، في تدريب الحيوانات؟ لا انا احب الحيوانات بس يعني احب اشوف، بس ما جيش جنبها. يعني ممكن لو اسد صغير. ممكن حاجه صغيره كده. انت بتخاف من الاسد الكبير؟ لا، وكانوا بيجوا عندنا البيت يعني. بابا كان يعني بيبقوا موجودين وبيتدربوا وكده. طب انا عايز اسالك سؤال. دلوقتي السيرك طبعا ما هواش فقط الحيوانات، انما في العاب كتير طبعا بتبقى موجودة في السيرك. في الاكروبات وفي الالعاب الجمباز والجمباز وبعدين في الحواه. اللي هم طبعا. طب الحاجات دي انت ما اهتمتش بيها ابدا؟ لا يعني طبعا من معاشرتي ليهم يعني افهم فيها. ايوه. بس يعني ما حاولتش. انما تعرف تلعب حاجه يعني؟ هل اتمرنت على العاب معينه يعني؟ في يعني حاجات برضو بقدر اعملها. طب ممكن تورينا حاجه من اللي انت بتعمله؟ انا هقول لك حاجه الحقيقه، مش عايز يعني اضحك عليك. انا وضبت مفاجاه لان انا في ذهني طبعا انك انت من عيله الحلو. فقلت يمكن تقدر تلعب لنا حاجه، فاذا ما كانش ضايقك انا هحطك في موقف محرج شويه. لا تمام. ممكن تبعت لنا كور؟ مش بعيد قوي. طيب شوف بقى ايه دول. كورتين وفي واحده ثالثه. انا كده فهمت بقى. اتفضل. دي اسمها جونجلير. 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 تعرف تلعب الجونجلير؟ دي سهله. طب ورينا كده حاجه ممكن تعمل لنا. ساعات ده يعملوا مثلا كده. دي بتبقى صعبه بس طبعا بيبقى بروفيشنال هو يعني. بس دي بقى ما اعرفش هتيجي ولا لا، خلي بالك. طب جرب. طب جت والله. جت. برافو. اوعى تجيبها في راسي تاني. طب عايز اسالك سؤال، ما تعرفش تغني وانت بتلعب جونجلير؟ لا. جرب. لا بقى مش ممكن. جرب. ليه؟ مش ممكن. ليه؟ لا صاحب بالين كده. صعب. ايه ممكن تتلخبط يعني فيها؟
وانت بتبجر؟ مش هنتلخبط بس. يعني جرب لو مشيت الريتم بينك مع الكور مع الغنى يمكن نطلع حاجه شويه. لا دي حاجه تانية دي. جرب. لا. غني غنوه بنفس سرعه الكور وهي بتلعب كده. يلا. ها؟ متهيألي مستحيل يعني. ليه؟ مش مستحيل ابدا، مفيش حاجه مستحيل. يلا. هسلك في صوتي. سلك وانت بتلعب، سلك. انا لا هجيبها بقى. يلا. انا اللي طول عمري ما حبيت لكين ازاي ما اعرفش، حبيت لكين ازاي ما اعرفش، ازاي ما اعرفش، انا ما اعرفش. هايل طب طب شفت جت ازاي؟ غريبه جدا. مفيش حاجه اسمها مستحيل، اول تحاول خد. اديها له في راسه، اديها له في راسه دي بقى. طيب عظيم جدا، انا سعيد جدا بهذا اللقاء وان شاء الله نلتقي تاني باذن الله، وبتمنى لك كل نجاح باذن الله. فرصه سعيده جدا. مع السلامه. مع السلامه. رجعت عرفنا سكة منين. سلامات 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 سلامات. سلامات يا ابو احلى عينين. طب كنت سايبنا ورايح فين؟ نسأل على رمش عينيه ونلف بلاد حواليه، نحلم بالدنيا وفيك ونغني يا عين يا ليل، نغني يا ليل يا عين. سلامات 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 يا ابو احلى عينين. سلامات سلامات.
كنت سايبنا ورايح فين؟ سلامات وتعالى حضني وخدني واحلف لي بسحر عليك ووعدين. سلامات وتعالى حضني وخدني واحلف لي بسحر عليك ووعدين. سلامات وتعالى حضني وخدني واحلف لي بسحر عليك ووعدين. إنك ما حتهجر تاني مكاني ولا تبعد أبدا ولا تنساني. إنك ما حتهجر تاني مكاني ولا تبعد أبدا ولا تنساني. من بعد الفرقة خلاص راجعين الإيد في الإيد زي العاشقين. من بعد الفرقة خلاص راجعين الإيد في الإيد زي العاشقين. سلامات 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 سلامات. سلامات يا ابو احلى عينين. طب كنت سايبنا ورايح فين؟ نسأل على رمش عليك ونلف في بلاد حواليك. نحلم بالدنيا وبيك ونغني يا ليل يا عين. نغني يا ليل يا عين. سلامات 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 يا ابو احلى عينين. سلامات سلامات قد كنت سايبنا ورايح فين؟ سلامات 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 يا ابو احلى عينين. وبعدين هنفضل محبوسين كده زي الفيران؟ هنخرج ازاي والست اللي بأجرة الشقة ممكن تطوب في اي وقت؟ انتوا ناسين ان معاها مفتاح. والاستاذ حسين قاعد مستني ضيوفه بره، هيبقى منظر ازاي لو جات الست وقابلته؟ وهي ما هم يعرفوش بعض يا غبي. نعم، ما هو هيسألها فهتقول له الحقيقة. انا عارفة ايه العاملة السودة اللي انا عملتها دي، انا مش هسامح نفسي عليها ابدا. ها تاهت ولقيتها. ايه نسيت ايه؟ فكر افتكر. درش انت تخرج بره تستناها، هي جايه تروح مزحلقها من بره بره. صح، وتديها فلوسها تقولها خلاص بطلنا ناجر الفيلا. ها طيب، واذا عصلجت ابطحها. يا حفيظة نعم. انت اسمك حفيظة؟ لا حلمي، بس حلمي وحفيظة يعني زي بعض حاجات كده يعني. انتوا قاعدين كلكم جوه بتعملوا ايه؟ لا ولا حاجة. طب اندهم بقى كلهم وتعالوا اقعدوا هنا في الصالون. حفيظة ادرش سيف. نعم افندم، انا عايزكم كلكم تقعدوا هنا في الصالون ومحدش يتحرك من هنا خالص. هنا؟ راح فين حضرتك؟ هشوف العربية واجي. لا سيب العربية ما تشوفهاش، اصلها كانت بتقطع. خليها تقطع، اصل دي دقيقة واحدة يعني. ولا ثانية واحدة. في ضيف مهم جاي دلوقتي وعايزكم تفضلوا قاعدين معايا هنا عشان نستقبله كلنا سوا. طبعا يا فندم، ده واجبنا. ويا ترى مين ضيف الشرف النهارده؟ ولا اعرف، بس عندي احساس انها هتبقى مفاجاه هايله جدا.
عندك. يا ترى انت مين؟ يا ترى انت مين؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا عبير، ايه المفاجات الهائله دي؟ اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. انت ايه اللي خرجك من هنا؟ فلوسك تاخديها على داير مليم وتسيب الفيلا فورا. اهلا حلمي بيك. عارفاني. اقدم لك حلمي بيك صاحب الفيلا. بتهزر بتهزر. اهلا وسهلا بحلمي بيك صاحب الفيلا. وزوجته مدام حفيظه. الانسه حفيظه. اهلا وسهلا بالانسه حفيظه زوجة حلمي بيه. احنا طبعا اول مره بنشوف الهانم مش كده؟ فعلا يا درش. اهلا وسهلا باصحاب الملك بالناس الكمل. والله العظيم يا سعاده البيه انا حاسه. احنا كنا عايزين نخدمها بس لما عرفنا انها من طرف وبدون مقابل. وبدون مقابل. طب اتفضلوا بقى كلكم استنوني في المكتب. والله منظرهم صعبان علي. بس لسه ما شافوش مني. شو راح تعمل معهم؟ في الحقيقه انا ما قررتش، بس انا عايزك بقى تتفضلي تستريحي دلوقتي. انا هروح اسجل اغنيه مع الاستاذ مصطفى شعشاع، عايزك تتفرجي عليها لغايه لما ارجع لك. ماشي اتفضلي. عن اذنك. جايب لك عصير بقى؟ مفيش غير انا 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 انتي انت هنا وانا هنا. حياتك ما يا قلبي بيضا. قلت القمر قالوا تصيبك قلت النظر قالوا حبيبك قلت القمر قالوا تصيبك قلت النظر عقلبي حاكم بغلبي عالم حبيبي ناعم قلبه حجر قلبي حاكم بغلبي عالم حبيبي ناعم قلبه حجر قالوا صديقك قلت الصبر قالوا طريقك قلت الجمر قالوا صديقك قلت الصبر قلت الجمر طال اشتياقي انت تلاقي عمر اللي باقي همه سهر قلت القمر قلت النظر قلت القمر قلت النظر عقلبي حاكم بغلبي عالم حبيبي ناعم قلبه حجر فاعملي معروف كلميه هو مش هيسامحنا الا اذا كلمتيه انت عشان خاطرنا بقى ما انتوا اللي عملتوه عمل كبير فعلا ايه ده انتوا لسه هنا
طب شوفوا بقى يا جماعه، انا قررت اني مش هعاقبكم. الحمد لله، مش بقولك راجل كمل. انا قلت لك برضه ان هو راجل طيب. انتوا اللي هتعاقبوا نفسكم بنفسكم. ازاي؟ كل واحد فيكم هيقرر العقاب لزميله. ايه والله فكره. يا نسا حفيظه، تحب بقى نعاقب الاستاذ حلمي على عملته السودا دي بايه؟ ها؟ ايه رايك؟ نرفده ولا نخصم من ماهيته شهر؟ لا لا حرام. طب امال نعمل ايه؟ نمده على رجليه، نضربه علقه يعني. حلو قوي قوي ده، حلو جدا. ايه ده؟ انا اتمد على رجليا. طب وانت شو بتقترح عقاب حفيظه؟ نجوزها. ومال؟ خلاص، يبقى حلمي يتمد على رجليه وحفيظه تتجوز. لا، انا بشوف ان كل واحد فيهم ينفذ فيه العقاب اللي اقترحه لزميله. يعني ايه؟ ها؟ صح كده. ها؟ ايه؟ مين بقى اللي يقدر يمدينا على رجليا؟ وانا انا انا اتجوز تاني يا بيه. حرام عليك، حرام عليك. موتني، اذبحني، قطعني حتت وقليني في الزيت، بس بلاش اتجوز. انا جربتها الجواز مره وكفايه عليا كده. استاذ حسين، انا عرفت السبب اللي خلاهم ياجروا هاي الفيلا بغيابك، والسبب كان الحصول على المال لهدف نبيل. هدف نبيل؟ ايوه، فبرجوك باسم الانسانيه انك تعفو عنه. طب ممكن الاول بقى اعرف ايه هو الهدف النبيل ده؟ بعدين بقول لك عليه. خلاص، اتفضلوا حضراتكم جوه المكتب. اتفضلي اتفضلي يا عمي. سيمبي سيمبي، انا ما خدتش عقاب. طب اتفضل جوه في المكتب لغايه لما اجي لك عشان اعاقبك. ثانك يو فيلي مارشي. يا عمي قولي لي بقى، ايه اخر اخبارك؟ عم بصور مسلسل كوميدي أردني اسمه العلم نور. لهجات من الأردن، صلتي، نابلسي، شامي، بس هو مسلسل محو أمية لرجال كبار في السن. وبتصير مواقف كوميدية طبعا خلال الحصص. وانت ايه دورك في المسلسل؟ ايه الدور اللي بتلعبيه؟ المفروض اني انا سكرتيرة المدرسة، بس مرات بضطر بغياب الأستاذ اني ادرس هدول الطلاب. بتضطر تدرسي؟ طيب انا اعرف انك انت عملتي مسلسلات باللهجة البدوية. كانت صعبة عليك انك تتكلمي اللهجة البدوية؟ لا طبعا، لانه هي اللهجة البدوية قريبة من الاردني. بس طبعا باختلاف بعض الكلمات. شو رأيك احكي لك لغز بالبدوي؟ يعني لغز وبالبدوي كمان؟ جرب. يهل المعرفة بالامور الخفية، اخبروني عن هنوف ينقطع طاريها. الله اكبر، لا تموت ولا تظل حية، المطر يقطع نسمها والدهر يحييها. شو؟ اللهجة، اللهجة مش صعبة قوي يعني. شو اللغز؟ لا شو اللغز؟ اللغز ما عرفتوش. ناقد صالح. ناقد صالح. بس اللهجة مش صعبة قوي. لا طبعا بالنسبة لنا، لأنه صارت مع الخبرة يعني. وبالنسبة لي كمان يعني، في كلمات مفهومة بس في كلمات مش مفهومة. طيب بتعرف تحكي يعني بدوي؟ ما أعرفش، قولي لي حاجة كده. عساكي بخواص. عساكي بخواص. طيب مش صعبة، مش صعبة، بس ايه معناها ايه بقى؟ يعني ان شاء الله بخير. ان شاء الله بخير. طب انت كمان عملتي مسلسل باللهجة المصرية. ايوه. كان صعب عليك انك تمثلي باللهجة المصرية؟ لا مش كتير، ما هو كمان لا تنسى انه نحن كتير المصري بنسمع من خلال المسلسلات التلفزيونية. مش صعب كان. وساعدوني كمان زملائي الممثلين. طب تقدري تكلميني بالمصري؟ قولي عايزني اقول لك ايه. طب كويس، هايلة. أنا بقى عملت مسلسل مرة باللهجة الفلاحي، وده كان صعب عليا قوي. فلاحي أردني؟ فلاحي مصري. مصري. كانت صعب عليا شوية، فخففتها، فكنت بتكلم يعني المدينة إلى جانب القرية، لغة القرية. مختلفة عن الصعيدي؟ مختلفة، حاجات بسيطة. أنا الصعيدي مختلفة كمان. فيعني مثلا كنت بقول دهدي، يا جناب العم ده. يعني رأيك دي المسلسل بدوي فعلا؟ بدوي مرة واحدة؟ لا ما اقدرش. وايه بقى اخبارك في المستقبل؟ هتعملي ايه كمان ان شاء الله؟ حاليا ما فيش خطة لأي عمل. يعني بس ان شاء الله انتهي من العلم نور. طب بالنسبة للسينما، عملتي حاجة في السينما؟ لا لسه؟ لا بس طيب. سينما يعني فيلم قصير للتلفزيون. ايوه بالسينما.
طب خلاص ما نقدر ناخدك معانا بقى في السينما المصريه؟ لا نخطفك. نخطفك. خليني بالاردن. طيب عظيم جدا. انا هستاذن منك 5 دقايق عشان في تسجيل، بس هسجله وهرجع لك على طول. ماشي. يلا. افراح تقول قسم يا المزمار وقول دقت لي الافراح تقول الحب رجعت ايام وان كان على عازل وكلام الحب رجعت ايام وان كان على عازل وكلام ما يهمش عازل وعزول خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول قسم يا المزمار وقول دقت لي الافراح تقول خلي ونرش الورد بحنية عالناس الرايحة والجاية ونرش الورد بحنية عالناس الرايحة والجاية ونلاقي بدري ونتغزل والعز أحسن له يعزل ونلاقي بدري ونتغزل والعز أحسن له يعزل ويبات مشغول خلي افراح تقول كان الليل يقول يقول كان الليل يقول يقول كان الليل يقول يقول بس يا المزمار كتير الليلة الليلة فرحة قلوبنا حطير الليلة الليلة قسم يا المزمار كتير الليلة الليلة من فرحة قلوبنا حطير الليلة الليلة أحببنا داير ما يدور والعين ما تشوف إلا النور أحببنا داير ما يدور والعين ما تشوف إلا النور وتلاقي بدري وتتغزل والعز أحسن له يعزل وتلاقي بدري احسن له يعزل ويبات مشغول خلي الليل يقول يقول خلي الليل يقول يقول خلي الليل يقول يقول قسم يا المزمار وقول دقت لي الافراح تقول خلي الليل يقول يقول خلي الليل يقول يقول خلي الليل
لازم امشي. لا 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 لسه بدري. بدري من عمرك. طب هقول لك حاجه، انت تقعدي تتفرجي، احنا هنسجل اغنيه لمحمد الحلو، ايه رايك؟ اذا كان محمد الحلو ما في مانع. عظيم، اتفضلي. شكرا. دقيقه واحده. يغنيكي يغنيكي أو محلا
انا بيك وعمر العمر يديك وصمت العشق بعيوني يغنيك يغنيك وليه الدنيا بتخلنا ليه وتاخد عمرها منا ليه وليه الدنيا بتخلنا ليه وتاخد عمرها منا ليه وفين انتي فين انتي فين انتي وانا أنا فيني فيني أنا فيني فيني الغربة واخداني 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 ما هو انت الناس انت الناس انا في الزحمة والشارع وسط الناس غريب والغربة واخداني 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 ما هو انت الناس انت الناس عينيك في آخر الدنيا وبتنور لا تانية عينيك فاخر الدنيا وبتنور بلا تانية وسيدة مدينتي منسية لآخر العمر تستنى سيدة مدينتي منسية لآخر العمر تستنى تجوع تعطش تناديكي تلاقيكي وتتمنى تجوع تعطش تناديكي تلاقيكي وتتمنى وليه الدنيا بتخلنا ليه وتاخد عمرها منا ليه وليه الدنيا بتخلنا عمرها منا ليه وفين انتي فين انتي فين انتي وانا فيني انا فيني انا فيني فيني انا فيني فيني انا فيني فيني انا فيني فيني شكرا على السهرة الحلوة اللي ما كانتش على البال. دي كانت حلوة عشان انت فيها. تصبح على خير. ثانية واحدة هندهلك درش وصلك بالعربية. لا لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بس؟ يا درش. على اذنك دي واحدة. مساء الخير. مساء الخير. ممكن بالله من فضلك اقابل السيد درش؟ درش مين؟ صاحب البيت هذا ومأجرني اياه 200 جنيه لمدة يوم واحد اللي هو يوم بكرة. انت بتقول ايه؟ وبصراحة يا عم احنا لقينا بيت ارخص من هذا البيت، ممكن تعطونا فلوسنا؟ كده اهو. ايوه هاني متفضلي عشان اوصلك. هذا هو. هذا هو ايه؟ اوبا! هذا هو! تعال هنا. نعم. نعم. رايح فين؟ معلش هتجيب لي مصيبة لغاية عندي. تسكت خالص وتسمع محمد حلو، انت فاهم؟ اسمعوا انا كده. اتفضل سجل يا استاذ.
لو في وسط ليا حبيبي وعنايا لو في وسط ليا ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا بيلمع طيفه قبل ما عيني تشوفه قلبي بيلمع طيفه قبل ما عيني تشوفه ده انا دايما اوصافه بتخايل في عيني ساعة لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن اتصور ابدا غيره يأثر فيا غيره غيره يأثر فيا حبيبي وعنايا لو في وسط ليا ما يخفاش عليا اللي شغلني مهما يبعد عني انواره تخايلني لو في اخر الدنيا انخفى اللي شغلني مهما يبعد عني انواره تخايلني لو في اخر الدنيا ابو شامة وعلامة ابو طلعة بسامة ابو شامة وعلام ابو طلعة بسامة قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل عليا عليا لما يهل عليا حبيبي وعليا لو في وسط ليا ما يخفاش عليا 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 البدر وانواره من حسنه بيحضاره وما يباني داره في الريحة وفي الجية البدر وانواره من حسنه بيحضار وما يباني داره في الريحة وفي الجية ساعة لما يعدي ذكري يجيب ويودي ساعة لما يعدي ذكري يجيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي علي علي لما يمسي علي حبيبي